السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم واش راح نديرو؟ راح نديرو تاكوس منزلي 100% من الألف إلى الياء. واش نحبو في العجينة تاع التاكوس؟ نحبو الفرينة. أنا ندير 3 كيسان فرينة ونديرو الزيت والسكر والملح والخميرة والماء. هذا هما المكونات تاعو. أنا 3 كيسان هادو تاع الزيت يهزولي ربع كاس نتاع الزيت. هنا درت شويه زيت الزيتون هنايا، قلت نجرب هذا الزيت ونشوف، وندير الملح وندير الخميره، ولكن هنا الخميره ندير الخميره الكيميائيه، ما نديرش الخميره تاع العجين، ندير الخميره تاع الكاطو فقط. عندنا كاس تاع ماء، نبداو نلمو به بشويه، ما نعمروهاش بالماء، هي تحب تجي شويه، هي بصح خاطرش تخدم بالحلال. هذه العجينة نحلوها بالحلال، ما تتحلش باليد. نخلط كل المكونات مع بعضها ونلمو هذه العجينة بالماء، يعني عجينة سهلة جدا. كي نلموها نعجنوها شوية، كي نعجنوها نحطوها ترتاح 20 دقيقة، يعني ما تفوتش نص ساعة، ونحلوها ونخدموها. اللي عنده كرابيير يخدم في الكرابيير، واللي ما عندوش يخدم في الطاجين تاع الشخشوخه. يعني الطاجين تاع الشخشوخه تجي الحبه كبيره بزاف، يعني سيرتو الحجم العائلي. التاكوس هذا مليح يتخدم، درك احنا في فصل الصيف، نديوه معنا للبحر للنزهات، كسكروت لولادنا، وحتى الاولاد يحبوا هاد الاكولات، ولذيذ، ونعرف واش رانا نخدمو لولادنا. انا نعجن هذه العجينه، نزيد لها الماء غير بشويه ونطمها. دائما نحاول ندخلها في بعضها مليح تتلم لي العجينه، ومن بعد نعجنها شويه ونخليها ترتاح. سمحوا لي هنا راني نسيت السكر، جبت السكر نلوح مغرف كبيره تاع السكر. هنايا الاول ما لحتش السكر، سمحوا لي ندير مغرف كبيره تاع السكر، ونزيد شويه ماء باش يذوب لي هذاك السكر ويدخل في العجينه. من بعد نعجن هذيك العجينه مليح ونطمها ونخليها ترتاح، كما قلنا نغطيها بساشي ونخليها ترتاح. ونبدا في المكونات تاع حشوه التاكوس. انا ديجا وعندي الدجاج تاعي خدمته ليله قبل، دوزنته وحطيته في الفريجيدار، هنخليه يرتاح 20 دقيقة. دالي 5 خبزات كبار، هذوك 3 كيسان خرجوا لي 5 خبزات كبار. مكونات تاع التاكوس واش هي؟ يعني بسيطه جدا، في متناول يعني الناس كامل في الدور كامل. عندنا فرماج رابي، فرماج تاع الحبات، بصله، بطاطا مقطعة مربعات ومقلية، وعندي فلفل أخضر، وعندي البيض والدجاج، واللي يحب يزيد المايس يزيد المايس. لهنا أنا الدجاج تاعي واش درت فيه؟ يعني الوصفة تاع المارينا تاع الدجاج ديجا كاينة عندكم في الشاورما. درت هنا ليزيبيس تاع الدجاج، هي سكنجبير وفلفل كحل والملح، وشوية راس الحانوت، شوية تاع هريسة، شوية تاع لاموطاغيط. خلطتهم وبيضت ليله كامله في الفريجيدار. من بعد ما نطيبوا هذه البصله هذه، من بعد نطيبها، بعد ما نطيب الدجاج الزيت هذيك، يعني زيت قليله، والماء تاع الدجاج اللي يطيب فيه طيبوه كمرصوات. انا شرحت هذا الدجاج باش تدخل له هذيك لا مارينات تاعهم. بعد ما نطيبوا في نفس المقله نقلي البصله وحدها ونقلي الفلفل وحده. هذا الفلفل وهذا البصله بعد ما نقلي الدجاج باش نقليهم هما، نقلي الساعه الدجاج ومن بعد نقليهم هما كل واحد وحده. السلطه نقطعها طرف صغار، البطاطا ديجا قليتها ونحطهم. انا بعد ما قليت كل حاجه وحدها جبت نوتر بوال، واش درت فيها؟ درت فيها الصدر تاع الدجاج اللي قطعته، ودرت فيها البطاطا ديك اللي ديجا قليتها، ونزيد فوقهم هذا الفلفل، ونزيد البصله. هنايا ما ندير ني ملح ني اي توابل، لان كل شتاي راني طيبته بالملح، والدجاج تاعي فيه كل التوابل. يعني هنايا
قليتهم فقط، نزيد لهم شي فرماج رابي، والفرماج اصلا نعرفوا حنا الفرماج بلي راهو كيمالح، ونزيدوا حتى الحبيبات هادو تاع الفرماج، يعني اي فرماج اللي عندكم نتاع المرصوات ولا هادو تاع الحبات، المهم نوعيه الفرماج اللي عندكم. ولي يحب يزيد ان كريم فريش، انايا ما درتش لا كريم فريش باسكو انا قليت هاد الحوايج وما طلقوا لي شويه هاد لي دم اللي شدوه، قلت ما نزيدش الكريم فريش، هذا يكفي. كي نخلط هادو كامليه نزيد لهم زوج حبات بيض، خلط ساعه هاد المكونات يعني البطاطا والدجاج والبصله والفلفل والفرماج هذا، واللي يحب يدير المايس قلت يزيد المايس، يعني اختياري المايس اختياري. نجيبو زوج حبات بيض نكسرهم عليهم نحطوهم فوق نار هادئه، يطيب هذاك البيض نص طياب ما يطيبش مليح، ومن بعد نبداو نخدمو التاكوس تاعنا بطريقه جد سهله. تكون عندنا فواش راح نبريسيوه، اما البانينات او نبريسيو ونحطو فيه مقله ونحطو فوقها مقله اخرى، يعني عندنا زوج طرق باش نبريسيو التاكوس تاعنا، ولا نحطو حتى في الطاجين ونحطو فوقو حاجه نضغطو بحاجه اخرى. هذا هو هذه الكسره تاعنا والخبز تاعنا طيبناها ورقيق. دائما انا اختار الجهه اللي طايبه مليح نديرها هي لداخل، والجهه اللي مش طايبه مليح نخليها لبرا باسكو من بعد هي تزيد طيب. نديرو يا سلطه هي الاولى، يا يعني نديرو الخليط نتاعنا الاول، كيما انايا الحبه الاولى راح ندير الخليط هو الاول، الحبه الثانيه ندير لكم السلطه هي الاولى، يعني هذا اختياريه اي حاجه درناها الاولى كيف كيف. ونزيدو شويه فرماج، ولي اللي يحب يدير اي نوع تاع فرماج اخر يديرو، كاين اللي يديرو الكريير فقط باش يمد هذاك لوكو ديغيغ كو هذاك تاع الكريير يجي مليح. هاي كي حبت التاكوس كيف نطبقوها، لازم هذاك الوسط بين الاول خطره يكون فارغ وباش ما تجيش معجنه بزاف. انا راح نديرها في هذا البانينوس، ونحطها ونضغط عليها حتى تشعل لنا هذه البانينات فقط، يشعل الضوء الاخضر والضوء الاحمر يعني يبدا تخدم، ونخليوها تخدم. ها هو كي دركا شاعل هذوك الضوء ونخليها طيب في عقلها. نزيد ندير لكم لا دوزيام، كاينه منها طايبه بزاف ومن هي مش طايبه بزاف، انا قلت دائما اللي طيب بزاف نديرو هو لداخل. هذا اختار راح نحط السلطه هي الاولى، ونحط فوقها هذاك الخليط اللي درتو، ونزيد معاهم الفرماج رابي. اناكم تشوفوا فيا راني ندير وليدي من هي يستنى في قسمته. دائما راك في الوسط نخليه الخطرة يعني التطبيقه الاولى يبان، ومن بعد نزيدو هكا نديرو له نغطيه بالتطبيقه الثانيه، ونحطوها ثاني حتى هي تبريسا كيما الاخرى، ونقدموها في صحن التقديم. نوريكم دركا في صحن التقديم بعد ما نخرجها منا، هذه الاولى كيفاه نخرجها منا ونقطعها ونوريها لكم. ساعه نحط هذه الثانيه حتى هي طيب، ونوريكم الاخرى ونكمل الاخرين يعني كما نقولوا حنايا بالوحده. نقطع لكم هذه وتشوفوها لداخل كيف تكون، سهله وبسيطه. اللي عجبته قناتي ولا عجبو واش راني ندير يدير لي ابوني، وما ينساش الاشتراك في القناه. وجا شكرا لكم ودمتم سالمين، شكرا.